مرحبا فيكم مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتم. نجح فريق جراحة الصدر في أحد مشافي دبي بإجراء عملية نوعية، حيث استطاعوا خلال العملية الجراحية الكبرى اللي دامت 9 ساعات متواصلة من استئصال ورم سرطاني ضخم من الرئة اليمنى للمريض الذي يزن 190 كيلو. اليوم بنسلط الضوء مع ضيفنا البروفيسور علي الدعمي استشاري جراحة الأورام بمستشفى الزهراء على هذا النوع من العمليات، خلينا نسميها المعقدة، اللي أصبحت في متناول اليد بالدولة. حياك الله يا دكتور. الله يحييكم. مرحبا. نحن اكيد مستمرين معاك ورح نتكلم عن هاي الحاله بالتحديد، لكن اسمح لنا ان نشوف تقرير عن حاله المريض السيف واللي تم استئصال ورم سرطاني ضخم من رئته اليمنى، ونرجع لكم مشاهدينا. العملية اللي أجريناها هي عملية استئصال ورم خبيث من الرئة، بمعنى أدق إحنا بنشيل جزء كبير جدا من الرئة متضمن الورم وجزء آمن حواليه عشان نبقى ضامنين إن هو يبقى شلنا كل حاجة. العملية دي في حد ذاتها عملية دقيقة جدا جدا، لأننا بنتعامل لازم نهيئ للجراح إنه يشتغل ويقدر يستأصل الجزء الكبير من الرئة في الحتة اللي بيشتغل فيها. في نفس الوقت المريض بالذات، المريض في الحالة دي بالذات اللي عملناها كان وزنه أكتر من 190 كيلو، ودي حاجة في حد ذاتها تشالنجينج للجراح وللتخدير، واكثر للتخدير لان احنا بنتعامل اثناء العمليه في، ودي عمليه استغرقت اكثر من 19 ساعات، بتستلزم عنايه خاصه جدا بالمريض ذو الوزن الكبير جدا ده. فهي كانت عمليه دقيقه للناحيتين، والحمد لله اجريناها بمنتهى النجاح وكانت نتيجتها احسن من المتوقع الحمد لله. أنا اكتشفته بالصدفة، جيت أعمل شي تحليلات، عملوا لي إكس راي على الصدر اكتشفوه، وابتدينا في باقي الاكتشافات لغاية العملية، ومن فضل الله وكمان الدكتور علي حمدي، يعني صراحة العملية كانت صعبة جدا. أنا إنسان تخين، وزني كبير، ويعني كان صعبة والحمد لله زي ما تشوفوا كنت بدخن باكيت أو أكثر في اليوم. بنصح كل الناس، شباب شيب بنات أولاد، ما يتعرضوا لهذا ولا شيء. يعني نحن بقلوبنا نقول الحمد لله على سلامتك يا سيف، ومستانسين انك كنت بخير وصحه وعافيه، ونتمنى انك تطلع من المستشفى باقرب وقت وتعيش حياتك العاديه والاجتماعيه مع احبابك وعائلتك، والله يعطيك الصحه والعافيه. نحن رجعنا مع ضيفنا البروفيسور دكتور علي الدعمي استشاري جراحه الاورام بمستشفى الزهراء. اول شيء يعطيكم العافيه. الله يعافيك. الله يحفظك. الله يسلمك. وكفيت وما قصرت. الله يحفظك. الله يسلمك. نحن لو بنشخص حاله سيف وبشكل مختصر ومبسط لمشاهدينا شو بنقول؟ نعم، اول شيء الحمد لله سيف خرج من المستشفى والحين في البيت ما شاء الله. الحالات العمليات الجراحيه بشكل عام، خاصه عمليات الجراحيه حق الاورام، عمليات معقده تتطلب من الجسم جهد بالغ. هي نوعين، عشان نجاح هذه العمليات لازم يكون في عندك طاقم طبي مؤهل، زائد مريض قابل انه يتعافى من العمليه ويكون عنده مخزون فيزيولوجي انه يمر بمرحله العمليه وما بعد العمليه. في حاله سيف بالذات كان من الصعوبات او من التحديات اللي واجهناها في اتخاذ القرار ان وزن المريض كان 190 كيلو. احنا اذا سوينا عمليات، مثلا تسمع عمليات تخفيف الوزن نقصر مع هذه العمليات، نسويها احنا باستمرار، لا تتطلب مجهود فيزيولوجي
مثل ما يتطلبه الجسم عندما تستأصل منه ثلاث أرباع الرئة اليمنى مثلا. فكان وزنه 190 كيلو، يعاني من الضغط، ارتفاع في السكري. العمليات اللي مثل هذه تتطلب من الجسم مجهود كبير خلال العملية، أن أنت اعتمد على رئة واحدة وهي الرئة اليسار خلال هذه العملية، تشريح جميع الشرايين والأوردة الخارجة من القلب، عشان القلب عندما يضخ الأوردة والشرايين تدخل في الرئة، فاحتمالية النزيف كبيرة جدا. عندما يكون عندك مريض حجمه كبير فأنت تشتغل في مكان ضيق جدا، لا سمح الله لو صادفت في نزيف يكون صعب الكنترول. أنا دائما أكلم المرضى أو خاصة المرضى اللي يأتون لعمليات الكبيرة جراحة الأورام، أنه إحنا في العمليات كأننا في سفرة، في رحلة، في طائرة. أنت طائرة مجهزة من جميع التقنيات، الستاف اللي عندك في الطائرة مختارهم على أساس جدا من الاختيار، رتبت جميع الوقود والغاز وطلعت على أجواء جوية، بس يوم نحلق ونبدأ الرحلة ما تعرف المفاجآت أو المطبات الهوائية اللي أنت تأخذها. أنا شاكر أولا وأدعو الله سبحانه وتعالى أن السيف يقوم بالسلامة، شجاعة المريض وثقة المريض في الطاقم الطبي الموجود في الدولة. عشان من المحزن جدا احنا كأطباء واستشاريين قضينا أكثر من 20 سنة في الخارج بخبرة، وتعلمنا الجراحة ومارسنا الجراحة في مستشفيات كبيرة. قبل ما أرد من الإمارات كنت في جامعة هارفارد في أمريكا. يوم ترد هني في انطباع عن الجمهور أنه الثقة في الطاقم الطبي الموجود شوي شبه معدومة، معدومة أو قليلة. فالحمد لله بتوجيهات القيادة وأن نأخذ الإمارات تكون في المركز الأول عن الدول العربية وفي الشرق الأوسط في المجال الطبي، السياحة العلاجية. السياحة العلاجية قمنا بأخذ هذه الخطوات ولم يعني نستحي أو نبعد عن اتخاذ عمليات كذلك، لنثبت أولا للمريض، وثانيا نثبت للمجتمع العلمي الخارجي أن الإمارات نعم في طريقها لتكون رائدة في هذا المجال إن شاء الله. جميل، وأنتم فعلا أثبتوا بهذا الحالة، وما عليكم مكسور ولا تقلون أهمية عن الدكاترة الموجودين برا، بالعكس الكفو والكادر اللي موجود هنا من أفضل الكوادر الطبية، وخاصة بعد ما شفنا هاي الحالة. نحن نبغي شوي نرجع على هل التشخيص اللي أنتم سويتوه قبل يوم أول ما سيف إياكم، التشخيص اللي صار عشان إنه ما ينتشر هذا الورم كيف كان؟ نعم، سيف حالة محظوظة جدا، هو سرطان في الرئة. من أهم أسباب سرطان الرئة هو التدخين كما هو معروف. صحيح. معظم المرضى بنسبة 50% أو أكثر الذين يشخصون بسرطان الرئة يكون الورم قد انتشر. فتكون العملية الجراحية ليس لها مكان في العلاج، يكون علاج إما علاج كيماوي أو إشعاعي. في حالة سيف، وهذا من حسن حظ سيف وإن شاء الله يكون مكتوب للشفاء الكامل، سيف في وزنه الزايد 190 كيلو أراد أن يخضع لعملية تخفيف وزن. فهو أتى إلى المستشفى بهدف الخضوع لعملية تخفيف وزن. ما كان في شيء، ما كان يعاني من أمراض التنفس أو شيء. وهذه مهمة النقطة، عشان سرطان الرئة لا يبدي أي أعراض إلا إذا كان وصل لمرحلة متأخرة. سبحان الله. وهذه من أهم النقطة. مع أنه ورم كبير يعني. ورم كبير طبعاً. ولهذا السبب أحب أنوه لنقطة أخرى، هو الفحص المبكر. إذا أنت إذا إنسان مدخن أكثر من 30 سنة لا يتريى أن يوصل له أعراض. إذا دخل في سن 55 يسوي صورة مقطعية للرئة عشان يشوف إذا في أي أورام في الرئة. فالسيف يوميا عشان عملية تخفيف الوزن سوينا الفحوصات العادية وصورة الأشعة وشفنا أن في والله في ورم في الرئة. سوينا صورة مقطعية أثبتنا أن في ورم في الرئة. مع وزن سيف الكبير ترددنا أساسا في أن يعني نسوي له علاج جراحي وتدخل جراحي لما فيه من مخاطر. يعني هذه العملية في نسبة 30% لا سمح الله المريض يتوفى على الطاولة أو في مرحلة 7 إلى 10 أيام بعد العملية. قمنا بإجراء جميع الفحوصات عشان نشوف مدى انتشار هذا الورم، الغدد اللمفاوية الموجودة في الصدر، الكبد، العظم. خليته لها علم يعني كان يعرف؟
كان يعرف طبعا. يعني سيف ما شاء الله مهندس في القطاع البحري وفي البترول ومتعلم وحاب انه يعرف كل شيء ويكون في، وهذه مهمه جدا ان يكون المريض معاك خطوه خطوه وهنا هو يتخذ القرار. فبعد ما فحصنا كل الجسم الدماغ والعظم والكبد والكلى ما شفنا اي انتشار خارج الرئه. الصح حسب الارشادات العالميه وحسب التعاليم المنظمه العالميه لجراحه اورام الرئه انه يخضع المريض لاستئصال هذا الورم. واوعد مناقشات حاده مع سيف ومع اهل سيف ومع اطباء التخدير الذين لهم اهميه كبيره في هذه العمليه، لانهم خلال هذه العمليه معتمدين على رئه واحده فقط هي الرئه اليسار اللي تاخذ التنفس وتستبدل ثاني اكسيد الكربون مع الاكسجين. وبين المريض والاهل المريض وطبعا عند عائله كبيره ان هذه عمليه ممكن لا سمح الله المريض يتوفى فيها ويتوفى بعد العمليه. اتخذ سيف قرار والحمد لله وثقة المريض طبعا مهمة جدا. أكيد. بس دكتور أنت يعني قلت مناقشات حادة، يعني كانت مناقشات يعني مقتصرة فقط على سيف ولا على عائلته؟ مهم جدا هذا السؤال. يعني المريض يوم يأتي إلى المستشفى، وأنا أحب أذكر في قصة المايو كلينيك مثلا. المايو كلينيك معروفة، المايو كلينيك بدأت قبل 100 عام بأخوين جراحين، اثنين اخوان، وكان هدفهم ان يكون المريض هو اهم انسان موجود في المستشفى وفي العيادة وفي غرفة العمليات. اذا احنا ذكرنا نفسنا كأطباء ان اهم شخص موجود في هذه الحلقة هو المريض، فاذا انت توفر اقدر ما باستطاعتك لمساعدة هذا الشخص. المريض يوم يجيك هو يخضع للعملية، بس ما بعد العمليه لا سمح الله لو استوى في شيء، في الزوجه، في الام، في البنت، في الابن، في الاهل، في العائله كلها، وهذا دائما في عين الاعتبار، لانك انت حتى في داخل العمليه مركز على سيف وعلى الاجراء اللي انت سويت معه والاتفاق اللي انت يوم صافحت يدك قلت خلاص ان شاء الله متوكل على الله، بس انت فكرك شغال امانه، هي امانه في كل هذه العائله اللي تريا برا سيف يطلع بالسلامة. خبرنا عن فرحتهم دكتور اول ما خلصت التسع ساعات هذه، وصف لنا المشهد. المشهد طبعا هم مرتاحين وفرحانين، بس من خطوره هذه العمليه احنا دائما نخبرهم، احنا يوم نطلع من العمليه كاننا بدينا في الجو. احنا الحين في الجو لمدة أسبوع إلى أسبوعين ليوم مستقر يطلع من المستشفى الهبوط. الهبوط. فالحمد لله كانوا مستانسين، الحمد مرتاحين، ثقتهم في الله كبيرة أنه طلع من العملية، بس فرحتهم وسرورهم بعد ما طلع السيف من المستشفى هذه لا توصف. وهي هذه اللي دافع أن نستمر في هذا الشغل. صار لك كم سيف مسوي العملية؟ سواها تقريبا بعد رمضان، وقعدت في المستشفى تقريبا الشهر، والحين اسبوع في البيت الحمد لله. ما شاء الله. ويلا الاسبوع الثاني ان شاء الله يرجع للهندسه البحريه. ان شاء الله. ان شاء الله. انت قبل شوي ذكرت دكتور عن الفحص المبكر. والمرض هذا والعياذ بالله يعني يصيب الصغير والكبير، ما في سن معين. لكن انت الحين يوم تقول عن الفحص المبكر، ودائما في حملات توعويه كثيره هنا تستوي في الامارات. لكن يوم ان حد بسن صغير يصير عند الدكتور يقول له ابغي افحص ان كان في لا سمح الله اي مرض كان بخصوص هذا المرض اللي انا ما احب اني اذكر اسمه، يقولون لا عمرك بعد نعم. صغيره نعم. على اساس زين؟ اساسا الفحص المبكر وثقافة الفحص المبكر هي مبنية على دراسات طويلة جدا في منشآت علمية في الولايات المتحدة وفي كندا وفي استراليا، في يعني في العالم كله أرقام هائلة وضعت مع بعض عشان تكون في إرشادات. فوجدت هذه الأرقام والأبحاث أن يوم يصل المريض وقت معين أو عمر معين يكون الفحص المبكر له جدوى. ووزارة الصحة في الإمارات الحمد لله، وهيئة الصحة في أبو ظبي، وهيئة الصحة في دبي، اتخذت هذه الإرشادات ونفس الإرشادات العالمية. وحب أنوه أيضا الفحص المبكر لفحص لأورام الثدي، القولون، البروستات، عنق الرحم والرئة، خمسة أورام يجب على المريض عندما يصل السن المعين. كم السن المعين؟ معظمها تبدأ بعد سن الأربعين، للتدخين بعد سن 55، بعد سن 40 يبدأ الإنسان يستشير الطبيب يشوف أنا دكتور شو الأمور اللي لازم أفحصها. وهذا الفحص ما يخوف عشان الحين الإجراءات بسيطة جدا. فحص دم وأشعة والأمور هاي؟ معظمها تكون مناظير وأشعات.
فحوصات الدم قليلة الآن اللي تكشف السرطان، وفي أبحاث عن هالموضوع، بس معظمها مناظير بسيطة يوم واحد في المستشفى أو صورة أشعة تأخذ دقائق، يكون فيها الورم إذا اكتشف بقدر أصغر من حبة الحمص، يعني صغير جدا جدا جدا، يكون استئصال وعملية بسيطة قد تكون بالمنظار أو بالكي بعض المرات، قد تساعد المريض أن يستغني عن عملية كبيرة جدا في المستقبل. نحن نشكركم بروفيسور علي الدامي استشاري جراحة الأورام على هذا الإنجاز الطبي اللي ينحسب لكم وينحسب للسياحة العلاجية في دولة الإمارات، ونوجه تحية مرة ثانية لأخونا سيف محمد، نقول الحمد لله على السلامة وما تشوف شر وما قصرتوا الصراحة. أنا وايد مستانس، أحس أني فخور أن في دولتنا عندنا هذا الإنجاز الطبي واللي ينحسب له ألف حساب الصراحة. كنا نتمنى أن سيف يطلع معنا بالتليفون ويشاركك الحديث، لكن زين طلع ويانا بالتقرير. الله يحفظكم، احنا شاكرين لكم وشاكرين على اهتمامكم، وهذا واجبنا كمجتمع كامل مع الاعلام ومع الهيئات في وزاره الصحه ان نجعل الامارات تكون في المركز الاول الرائد في المجال الطبي. أكيد. ان شاء الله. وحلو يصير منافسه رحاب، تعرفين مثلا انت عندك مستشفى انا عندي مستشفى، شوفي الطاقم الطبي شو سوى عندي. إيه؟ انت بتغارين بتنافسيني عقب، صح دكتور؟ منافسه حميده ان شاء الله. اكيد طبعا، يعطيك الصحه والله يعافيك والله يشفي كل المرضى. اذا مشاهدينا احنا مستمرين وياكم طالعين الحين فاصل قصير، هالكبر كبره لا تسرون اي مكان، ردي لكم هالكبر يعني.